تسعد البعض موجة الحر الشديد التي تضرب فرنسا، فقد استفاد من الطقس الجميل عدد كبير من سكان باريس والسياح فيها، فافترشوا العشب الأخضر وتوجهوا إلى نوافير ساحة تروكاديرو. نعم لحمامات الشمس، نستفيد من أشعة الشمس فنخرج. الصيف حار هنا، لذلك نستفيد من الشمس أمام النوافير ونتمتع بالمكان كما كل هؤلاء. ونتيجة استمرار الحر الشديد، رفعت الحكومة الفرنسية مستوى اليقظة إلى الدرجة الثانية، والتي يرمز إليها باللون البرتقالي في عدد من المقاطعات. وكانت فرنسا قد شهدت عام 2003 موجة حر شديد أدت إلى وفاة آلاف الأشخاص، معظمهم من المسنين.